طبعا أنا اليوم فرحانة هلبة بمشاركتي في مبادرة ومؤتمر فكلينيكي غارية في الدولة الشقيقة مصر أم الدنيا، وفرحت هلبة بشوفتهم يعني، وهالشي عنالي هلبة، وهذه تعتبر أول خطوة من مساري الخيرية. شفت الفرحة في عيونهم والشي هذا عنالي يعني هلبة، فبجد أنا اليوم فرحت هلبة بشوفتهم. طبعا ماما يعني المعايدة على طول، يعني من بعد الساعة 12 على طول وصلت هالمعايدة، وإن شاء الله كل سنة وهي معاي، وكل سنة وهي ظهر وسند ليا. المشاريع الخيرية هي يعني تكلمت عليها قبل هيكي، هي حتكون بإذن الله يعني إنشاء دار للمسنين، هذا أول يعني مشروع، وثاني مشروع والأهم هو إننا يعني نقدم فرص عمل للأطفال اللي هم يطلعوا من دار الأيتام بعد 18 سنة إن شاء الله بإذن الله. ماما عندي معها هلبة ذكريات، يعني من زمان لما كنت صغيرة نجيب لها خاتم، نجيب لها وردة، بوكي ورد، نرسم لها رسمة، نكتب لها حاجة، نبعث لها مسج الموبايل. ف يعني عيد الأم يعني لي هلبة، وماما بالأخص تعني لي هلبة، يعني كل حد يعرفني يعرف حجمها في حياتي، يعني لو من غيرها أنا ما كنت سهالي حنكون سهالي قدامكم، يعني هي مصدر قوتي ومصدر كل شيء حلو لي. الأم شيء كبير، هلبة ممكن الشخص مش هيحس بقيمتها إلا لو فقدها، وإن شاء الله ربي يخلي لي أمي وأمهات الناس كلها يعني. وبس نحب نقول إنه هو يحافظ عليها، يعرف قيمتها، يكون معاها ويستغل كل دقيقة كل وقت جنبها، يعني لأن لو فقدها حيحس بالفراغ هلبة. أول شيء الرياضة، ثاني شيء القراءة والمطالعة والتمثيل بالأخص. والله بإذن الله عندي حالياً يعني حنحرق الأحداث، عندي حالياً إن شاء الله بإذن الله تصوير لمسلسل وأول بطولة مطلقة لي يعني، وأول عمل مصري حينعرض إن شاء الله بعد رمضان. وبرضو يعني في هالبحثات بس مش حابة نحرق عليكم الأحداث. كل أنواع الرياضة، وأكثر شيء زومبا. رسالة لأمي ولكل الأمهات، إن شاء الله ربي يخليكم لينا، وإن شاء الله ربي يطول في أعماركم، وإن شاء الله كل عام وإنتوا جنبنا، ولكل حد أمه متوفية يعني إن شاء الله ربي يرحمها ويغمد روحها في الجنة. وحابة نشكر مؤسسة ملكات جمال العرب على المبادرة الحلوة هلبة هذه، إن هم أتاحونا الفرصة إن إحنا يعني تكون أول خطوة لينا معاهم بالمبادرة هذه، ونحب نشكرهم يعني من خلالكم. وإن شاء الله يعني كل سنة نكون متواجدين، ولما الحلوة هي كنا مع بعضنا. شكرا، thank you.